صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهار كله خير ورزق وبركه يا رب. اليوم وصفتي هي من المطبخ الحلبي، المعجوقه الحلبيه. هلا لما بنسمع كلمه معجوقه نحن بنفكر انه اكله الحلو الشاميه اللي انا شخصيا كثير بحبها، وان شاء الله بالحلقات الثانيه رح نعملها، بس اليوم رح نعمل المعجوقه الحلبيه اللي هي اكله مالحه، يعني طبخه مكوناتها اللحمه خضار وعندي الجبنة كمان، هدول الأساسيات. أكيد رح بلش بالحشوة باعتبار أنه أنا عندي مقادير اللحمة لحالة والحشوة لحالة. هلأ بمقلاية على الغاز رح بلش بالسمنة، أكيد المادة الدهنية حسب أنتو شو بتحبوا، بس باعتبار أنه يعني الأكل الشرقي بيلبق له أكتر السمنة فأنا بحب استعمل السمنة بهيك وصفات. تقريباً عندي معلقة أكل من السمنة، بس تدوب عندي هلأ هون سمنة، رح حط الخضار. هلأ هي الأساس بالحشوة الخضار، عندي الفليفلة والفطر، هدول الأساسيات. فيكن تحطوا أي نوع خضار تانية أنتوا حابين تضيفوها، بتحبوا نكهتها أو موجودة عندكم. مثلا أنا اليوم رح أضيف البصل، مو كل الوصفات بيضيفوا البصل لهي الوصفة، بس أنا بحس أنه إضافة البصل، التوم، هالقصص يعني بتطلع كتير طيبة كحشوة مع اللحمة أكيد ومع باقي المكونات. الخضرة رح نعملها هيك بطريقة السوتيه اللي هي انه ندبل الخضرة على السريع. الحجم تبع الأقراص اللي رح نعملهم ترجع حسب انتو كيف بتحبوا يكون حجمها، بس انا اليوم لانه رح اعملهم يعني حجمهم شوي صغير ما رح كبرهم، مشان هيك فرمت الخضرة كلها هيك ناعمين، البصل ناعم، الفليفلة، الفطر كلهم ناعمين. هلا بعد ما احس انه البصلة بلشت هيك تطرى عندي، باعتبار انه انا قطعتها قطع صغيرة دغري يعني رح تبلش تدوب عندي، رح أضيف الفليفلة. هلأ الفليفلة مقدار حبتين فليفلة، شو موجود عندكم، حمرة، خضرة، صفرة، يعني بس هو مقدار حبتين حجمهم وسط كافين لباقي المكونات. بعدين رح أضيف الفطر، اليوم عم استعمل الفطر المعلب، أكيد فيكم تستعملوا المعلب أو الفريش حسب المتوفر عندكم. وكمان الفطر قطعته قطع صغيرة، وقلت لكم إنه أنا السبب يعني رح أعملهم هيك طبات اللحمة صغار ما رح كبرهم، مشان هيك لحتى ما تطلع الحشوة كبيرة بقلب الحبة. عندي الفطر، البهارات كتير بسيطة، عندي ملح وفلفل أسود وبهار، سبع بهارات طبعا، سبع بهارات رح أضيف نص معلقة صغيرة، والملح والفلفل حسب الرغبة، ونفسهم هدول البهارات اللي هلأ رح تبل فيهم اللحمة أكيد. خليني هلأ هون الخضرة بدي اياهم بس هيك يعني يستووا نص استواء، اصلا يعني حتى لو ما استووا استواء كامل يعني هن الخضره طيابتهم انه يضل فيهم قرشه. رح خفف النار واتركهم هيك بس ليطروا شوي ياخذوا من نكهات بعض. بالنسبه للحمه مثل ما قلت انا عندي هون بهارات اللحمه هن ملح وفلفل اسود وسبع بهارات اكيد اللي هو اساسي بالمطبخ الحلبي. اللحمه اللي عم بستعملها اليوم هي لحمه العجل، طبعا بالمطبخ الحلبي نحن بنستعمل لحمه الخروف اكثر، الغنم اكثر من العجل، بس بكل الاحوال يعني انا بفضل انه اللحمه ما تكون كثير مدهنه، لانه اذا كانت مدهنه رح تفسخ عندي وتشقق بالفرن، فخلوا انه تكون هبره اكثر، اكيد يكون فيها نسبه دهنه لانه بتعطيني طعمه اطيب، بس ما تكون الدهنه كثيره. هلا اللي رح اعملهم انا هون اللحمه رح خلطها مع البهارات اللي ضفتها كثير منيح، واستنى الحشوه لحتى هيك تطرى عندي شوي وتبرد لحتى نكمل وصفتنا، نقرص اللحمه ونحشيها بمزيج الخضار مع الجبنه ونحكي على الفرن ودرجه الحراره وهالقصص. اكيد رح ارجع لاقيكم انا بالفقره الثانيه، ولوقتها هلا رح ترجعوا لعند نور وورد وتتابعوا باقي الفقرات. يسلم ايديك يا شيف، يعطيك شكرا كثير يا شيف. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش.
يسعد صباحكم عن جديد. هلا صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل وصفتنا من المطبخ الحلبي اللي هي المعجوقة الحلبية. رح ارجع عيد على السريع نحن شو عملنا. اكيد في عندي اللحمة اللي بدي احشيها. اللحمة بهاراتها هي ملح وفلفل اسود وبهار اللي هنا سبع بهارات او البهار الحلبي. بالنسبة للحشوة اساسا الفطر مع الفليفلة، وانا ضفت شوية بصل، عملت لهم سوتابي شوية سمنة، اكيد فيني استعمل زيت او الزبدة حسب ما بتحبوا، وحطيت كمان بهارات ملح وفلفل اسود والسبع بهارات او البهار الحلبي. هي مكوناتي بالنسبه للعجينه او اللحمه مع الحشوه. اكيد بالنسبه للحشوه كمان بيلزمني جبنه، رح استعمل جبنه الموتزاريلا. هلا قبل ما بلش بتشكيل اللحمه انا عم استعمل نص كيلو، قسمتهم لثمان كرات، يعني حاولوا انه تكون قد بعضها. قبل ما بلش فيهم عندي هون بالصينيه اللي بدي احطها بالفرن، دخلها بالفرن، رح احط معلقه سمنه من تحت تحت الطابات اللي بدي احطهم، ورح احط كمان معلقه سمنه بدي وزعهم على الطابات. اللحمه اللي استعملتها مانا كتير مدهنه لحتى ما تشقق عندي بالشوي، بس اكيد لازم يكون فيها نسبه دهنه بسيطه اكيد لحتى تعطيني طعمه اطيب. هلا هون رح وزع معلقه من السمنه من تحت، وفي عندي معلقه ثانيه رح احطها على كل طابه، رح احط قسم منها، مو معلقه كامله للكل معلقه كامله، يعني مو معلقه كامله لكل حبه، رح وزعهم على الحبات قبل ما فوتهم على الفرن. صينيتي صارت جاهزه. هلا بالنسبه للتشكيل فيني شكلها مثل الكبه، بس هي بعرف انا اللحمه خصوصا لما بتكون الهبره فيها اكثر تشكيلها بيكون صعب، فمشان هيك اي زبديه عندكم، انا الزبديه عندي شوي كبيره، بيكون في لها قاعده هيك حواف وفي لها هيك قاعدة من تحت. هلأ هذا الحجم أنا بناسب الطابات اللي قطعتهم، فأنتوا حسب الطابات يعني بتنقوا هيك زبدية أو صحن يكون في له هاي الحفة. هلأ هون لحتى رح شكلهم على ورق نايلون أكيد، بس لحتى تلزق عندي بحط شوية مي على الزبدية لحتى ما تعذبني بالشغل وتلزق عندي هيك. بعدين رح قيم، أنا ما رح مد إيدي على اللحمة لحتى أقدر أشتغل بالحشوة كمان. حط القطعة عندي هون وبورقة نايلون تانية. ورقة النايلون كمان رح ارجع حط عليها شوية مي اذا حسيتوا انتوا عم تشتغلوا انه عم تعذبكم، مثل كيف بنعمل الكبة المشوية بنفس الطريقة، بحط شوية مي على النايلون مو على اللحمة لحتى ما تلزق بايدي ولحتى اقدر انه اعملها هيك بسرعة وشكلها. لأنا رح حاول انه اعملها شوي شوي لحتى تشوفوا التفاصيل، بحاول الحواف تكون نفس السماكه كمان لحتى ما تفتح عندي، باعتبار انا عندي جبنه بالحشوه ما بدي اللحمه تفتح عندي وتطلع الجبنه لبرا، مشان هيك بدي حاول تكون كلها نفس السماكه وخصوصا من الاطراف. هلا هون رح احط الحشوه اللي هي الخضره، حط فوق الجبنة وارجع اعمل وحدة تانية. هلأ هاي رح خليها على طرف، رح اعمل وحدة تانية على السريع، وانا كان لازم حضر وحدة قبل لحتى تشوفوا كل المراحل. برجع بحط النايلون مثل ما شفتوا هيك بشوية مي لحتى النايلون ما يلزق بايدي ويساعدني انه انا اقدر افردها. رح حط الخضار الكمية اللي بدكم إياها، بس باعتبار إنه حباتي صغيرة يعني أكيد بدي راعي إنه ما تطلع الحشوة لبرا، رح حط كمية صغيرة وبعدين أرجع حط الجبنة وبعدين أرجع حط القطعة الأولى اللي حطينا اللي عملناها أول مرة، وحاول سكرها كتير منيح من الطرف، وهيك بتكون صارت أول حبة تقريبا جاهزة. رح حط الحشوة بالنص وبعدين شوي من الجبنة، وأنا لأنه رح مد إيدي مشان هيك حاولت إنه ما مد إيدي على اللحمة. هاي الحبة الأولى اللي عملناها رح حطها ورح بلش هيك سوي الأطراف، أكيد النايلون كتير رح يساعدني. رح ادهن على الحبة شوية سمنة، والفرن شغلته على حرارة 200، الفرن لازم يكون حامي ولازم تكون حرارته أعلى من الوسط بشوي لحتى ما تنشف عندي اللحمة وهي عم تستوي، بس كتير بدي حاول الأطراف سكرهم لحتى ما تطلع عندي الجبنة. هلأ هاي الوصفة بتتقدم مع رز، بتتقدم مع بطاطا مقلية، حسب شو بتحبوا أنتوا تقدموا معاها. أكيد مثل العادة بآخر الحلقة رح تشوفوا النتيجة النهائية للحبة كيف رح تكون بعد الشوي، ولوقتها رح ترجعوا لعند ورد ونور، ترجعوا تتابعوا باقي الفقرات، وبرجع بلاقيكم بآخر الحلقة.
يسلم ايديك. كبه هلا طالعه كبه بس بلحمه. مثل الكبه كبه لحمه. يسلم ايديك يا شيف، يعطيكي الف عافيه. شي يوم بدك تعملي لنا الكويسات؟ نعمل يعني انا بحب هيك نوع بكل المطابخ يعني. أيه. بس انه حلبي او شيء. بتعرفي الكويسات صح؟ اي بس ما حدا بيعرفهم غير انا وبشرى. ما راح اقول لكم شو هنن، خليها مفاجاه لهم، خليها لتعملهم الشيف بشرى. شكرا يا شيف، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يسعد صباحكم عن جديد، وهلا صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا المعجوقة الحلبية من المطبخ الحلبي أكيد، وهي النتيجة النهائية لطبقنا. وهي الوصفة أنا بحبها لأنه أنا فيني حضرها من قبل بوقت، يا أما أحفظها بالبراد أو بالفريزر حسب يعني أدي بدي أتركها، وبعدين وقت بدي أطبخها بس حطها بالفرن تأخذ تقريبا 20 دقيقة 15 دقيقة تقريبا من تحت، وبعدين برجع بعطيها هيك تحميرة من فوق بين 3 إلى 5 دقائق. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، جربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك. سلام ايديك يا شيخ. الله يسلمك يا ورد. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليوميه لنا. حلقه اليوم خلصت وصباحنا كمان خلص. نحن بنتمنى لكم كل الخير البركه، واكيد اليوم كثير برد، وظن لاخر الاسبوع هذا البرد فيكم. اكيد تضلوا قاعدين بالبيت قدر الامكان، للاشخاص اللي ما عندهم شغل لحتى تدفوا منيح، وبنفس الوقت ما ناخذ ولا انفلونزا ولا نتعرض لامراض. ان شاء الله يا رب كله بيضل بخير وبسلامه، وبأي وسيلة كانت نتدفى. إن شاء الله يا رب هالأيام الصعبة على الجميع تمرق بخير وسلامة. منشوفكم بكرة، تضلوا بألف خير.